الفيلسوف طاليس، أول الفلاسفة في التاريخ، قال بأن المادة الأولية التي هي أصل الوجود وأصل كل شيء هي الماء. الماء هو قوام الموجودات بأسرها، واختلاف كمية الماء هو سبب التنوعات والاختلافات في الأشياء. يقال بأن طاليس تنبأ بكسوف الشمس الذي حصل سنة 585 قبل الميلاد. للمزيد عن طاليس وعن فلاسفة الطبيعة الأوائل وعن أفكارهم وفلسفتهم وكيف توصلوا إلى ما توصلوا إليه، تابع الحلقة الرئيسية، سأترك لكم الرابط بالوصف، فيها شروحات مبسطة ومعلومات قيمة.